قبل لا نتكلم عن 2023 لابد نرجع مع بعض إلى 2013 لأقارن 3293 يوم ب 152 يوم. في 10 سنوات دستور الكويت عمره 60 سنة تقريبا، بدأت القصة عام 1962 لحملة عبد الكريم الكندري والناس اللي وقفوا مع عبد الكريم الكندري. 10 سنوات من هذه القصة، 10 سنوات ما كان دور هذه الحملة أنها تروح وتنتخب في يوم الانتخابات، بس كان دورها بأنها تضع بصمتها في هذا التاريخ. إذا كان الدستور الكويتي والعمل في الدستور الكويتي عمره 60 سنة، فأنا أفتخر بأن حملة عبد الكريم الكندري اللي وصلت عبد الكريم الكندري لها 10 سنوات، 10 سنوات من تجديد الثقة الدائم في الأداء في المواقف، 10 سنوات والحملة لا يقتصر دورها على التصويت أو إدخال الضمانات، كان دورها التوجيه، كان دورها الدعم والانتقاد والتصحيح. لذلك 10 سنوات هذه كان دور هذه الحملة هو الاستثمار بعبد الكريم الكندري لكي نستطيع أن نوصل أفكارنا أحلامنا لكي نشارك في إدارة الدولة. لذلك 10 سنوات ما يستحقها عبد الكريم، تستحقونها أنتم. فألف شكر لكم على 10 سنوات استطعتم من خلالها إيصال صوتكم إلى البرلمان.